علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهم يسجدان والسماء النبي والله ألا تطغوا في الميزان. أيوة ما وقف عليه سبيل ألا تطغوا في الميزان. الرحمن علم القرآن. الله أكبر. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء انا صحيح ايام ترقب صحيح الليلات الله يرضى عليك عليا صرف صحيح كل ده حاجة عظمة يا عم ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فبأي آلاء
كفى وخلق الجنة مالك من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب ظلم غربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم أذن القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان علمه البيان علمه البيان علمه البيان
علمه البيان. الله الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهر يسجدان والسماء سبعين عمرك ان احنا نجحنا. نعم. الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأذان فيها فاكهة والنخل ذات الأثمان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مالك من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما بوزق ولا يبغي
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. اللهم صل على النبي. ويبقى الجلال والإكرام. كل من علينا فان. كل من عليها فان. وله الجوار المنشآت
ما تكلفني كل من علي فان. كل يوم هو في شان.